للحديث أكثر عن تداعيات تحقيقات انفجار مرفأ بيروت ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية مصطفى العويك. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك. بعد أن أعلن المحقق العدلي تعليق التحقيق بتفجير مرفأ بيروت بعد دعوة تقدم بها نائبان لتنحيته، يعني هذه التحقيقات، تحقيقات المرفأ، إلى أين تتجه؟ نعم، هي ليست المرة الأولى التي يتقدم بها وكلاء النواب المدعى عليهم أو المطالبين بالوصول أمام قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، وإنما ربما أصبحت المرة العاشرة، وفي كل مرة يتقدم بها هؤلاء ترفع يد القاضي بيطار عن التحقيقات، لأن ذلك يخالف الدستور ويخالف القوانين المرعية الإجراء، وبالتالي الأمور تأخذ بعد قانوني. ولكن في الأساس هي مسألة سياسية للأسف، يسعى من خلالها الثنائي الشيعي إلى معمعة ضعضعة التحقيق والعمل على تغييب الوجه الحقيقي لتفجير المرفأ لاعتبارات ترتبط بهم بشكل خاص. والرئيس بري دولة رئيس مجلس النواب في لبنان يعتقد بأن صلاحيات محاكمة النواب والوزراء هي ليست من صلاحيات المجلس العدلي، وإنما هي وفقا للنص الدستوري من صلاحية مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، وهو الذي يعني لا حضور له في لبنان، يعني هذا نص عليه الدستور ولكنه لم يؤثر ولم تشكل له الهيئة اللازمة، وبالتالي الأمور تأخذ منحى في السياسة أكثر منه في القضاء، وهناك كباش قضائي وسياسي حول هذا الموضوع ما بين الثنائي وما بين رئيس الجمهورية ميشيل عون، الذي يحاول أن يبتز الثنائي من خلال هذا الملف. طيب، للحصول على السياسة في طليعتها. يعني هذه التحقيقات هل تؤدي بالتالي إلى أن بيروت سوف تشهد مزيدا من التصعيد؟ نعم صحيح، وكلما اقترب موعد الانتخابات النيابية التي المقرر إجراؤها في أيار سيزداد منسوب التصعيد، لأن الكل يحاول أن يشد عصب يعني المريدين أو أتباعه أو جمهور حزبه، وبالتالي سنشهد المزيد من التصعيد في القادم من الأيام في لبنان. هذه الدعوة كما تعلم الغرض منها ربما تعطيل سير التحقيقات، لا سيما وأن القاضي طالب منذ أيام بتوقيف الوزير السابق علي حسن خليل المحسوب على حركة أمل. ربما تشهد بيروت تصعيدا جديدا مثلما تفضلتم بسبب سير التحقيقات بالتوازي مع تلك الدعوة، ولكن أستاذ، تشير أصابع الاتهام في حادث انفجار مرفأ بيروت إلى ميليشيا حزب الله، يعني رويترز تتحدث عن أن التيار الوطني الحر يدرس إنهاء تحالفه السياسي مع هذه الميليشيا، إلى أي مدى ترى أن حالة من العزلة ربما بدأت تفرض على هذا الحزب؟ هناك بعض الأقاويل التي لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة الأدلة، التي تقول بأن حزب الله له يد في تفجير المرفأ، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار أن العنبر الذي كانت تتواجد فيه نترات الأمونيوم عسكريا وأمنيا هو يعني في حماية حزب الله، وبالتالي من هنا بدأ الحديث حول إمكانية تورط الحزب في هذا الانفجار من عدمه. أما فيما يخص موضوع العلاقة ما بين أو فك التحالف ما بين حزب الله وما بين التيار الوطني الحر، أنا باعتقادي أن هذا التحالف هو أكبر من هذا الانفجار وأكبر من أي خلاف سياسي يمكن أن يستجد أصلا في القادم من الأيام. هذا الاتفاق الذي عقد في كنيسة مريم خايل والذي تضمن بنود أساسية لها علاقة بموضوع السياسي وموضوع الدولة، هناك من وراء الكواليس إذا أردنا القول ضابط إيقاع له، هو ما يسمى في الشرق الأوسط بحلف الأقليات، والذي كان عون يتحدث عنه بشكل مستمر، وبالتالي ما جمع الحزب مع التيار هو الحرص على تمتين حلف الأقليات لمواجهة المارد السني بين مزدوجين كما يسمونه، وبالتالي هذه الخلافات هي خلافات سياسية مرحلية تنخفض وينخفض منسوبها ويرتفع
ارتباطا او قياسا على الملفات السياسيه المطروحه على الطاوله. من بيروت رئيس تحرير صحيفه لبنان عربي الالكترونيه الاستاذ مصطفى العويك، شكرا جزيلا لك.